أزول في اللون. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، جينا اليوم باش نوضحوا بعض الأمورات اللي تتعلق بالفريق، فريق شبيبة القبائل اللي في الأسابيع الماضية هذه وهذا الأسبوع هذايا أكثر الحديث عنهما. رايحين نطرقوا كاع النقاط إن شاء الله، ونوضحوا الوضعية اللي راهو فيها الفريق، ونوضحوا الأنصار شبيبة القبائل بصفة شفافية كيفاش راهو الفريق. بون، نبداو بلونجاجمون نتاع لاكاف. لونجاجمون تاع لاكاف اللي راهو يعلموا الخاص والعام ان شبيبة القبائل اكتويلمون راهي شغل لا ليسونس افريكان تاعها اني با اونجاجي ا كوز دو دو شوز. لا بروميير سي لي دات نتاع لا سي ار ال. لو دوزيام بوان سي لو ستاد دو تيزي وزو. نبداو بلو ستاد دو تيزي وزو اللي خارج عن النطاق تاعنا كاع، وهذا لو ستاد هذايا راهو تابع للسلطات اللي راهي تشرف على ولايه تيزي وزو. لو دوزيام بوان على 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 السي ار ال اللي دات هذوما نتاع هاد اللاعبين هذوما. نظن هاد اللاعبين هذوما دائما نحكيو على الاداره وما الاداره والاداره السابقه، بصح لازم الانصار تاع شبيبة القبائل يفهموا وبكل شفافيه. وراني راح نمد لاليس نتاع هاد اللاعبين اللي راهم في السياره بان مونطون تاع 84 مليون دو دينار، اللي منع شبيبة القبائل اكتويلمون حاليا باش تدي لا ليسونس افريكان تاعها. اللاعبين هم اللاعب عدادي 8,312,000 دينار، اللاعب بانوح 8,528,000، اللاعب بالليلي 8,176,000، اللاعب أسامة دراجي 7,596,000، اللاعب فلاحي 4,775,000، اللاعب بولايا 8,771,000، اللاعب قدور شريف 6,158,000، اللاعب رايح مالك 11,381,000، واللاعب بن شريفة 16,106,000. دونك هاد اللاعبين هو هاد المبلغ الإجمالي تاع 84 مليون دو دينار. لحد الآن اللاعب بن شريفة راهو خارج هاد القائمة، باسكو هاد لا صوم وهاد ليدات نتاع اللاعبين لاكاف اريتاتهم او 31/12/2021. دونك اللاعب بن شريفه يدخل في قائمه عام 2022 اللي مازال ثاني بزاف لاعبين راهم جايين. دونك هاد اللاعبين نظن شكون اللي ما خلصهمش، ماشي الاداره هذه، الاداره السابقه اللي ما خلصتهمش. كاين اسئله تطرح هنا وين يقول لك فوزات فونو اسيومي فو ريسبونسابيليتي. سيرت اوني فونو اوني طونطران داسيومي نو ريسبونسابيليتي. العام الماضي كنا ثاني ممنوعين اللي يشفاو المشجعين تاع الفريق من الانتدابات، وخلصنا حوالي ما يقارب قريب 5 مليار دو ديت. وهذا العام اوني طونطران ثاني باش ناسيومي هاد لا سيتياسيون ونخلصوا هاد الديون. بصح باش تخلص هاد الديون كلام ساهل تقول نخلص هاد الديون. فريق بحجم شبيبة القبائل عندك ان كونت بلوكي. كلمة ان كونت بلوكي سهلة، واحد يقول ان كونت بلوكي وخلاص، بصح ان كونت بلوكي وين تو نبو ميم با فير ان فيرمون ولا تمد ان شيك. جو بونس باللي الانصار لازم يتفهموا هاد الوضع هادوما، ويكونوا على بالهم باللي هاد الفريق هدايا ما فيهش حساب بنكي. دونك حنايا من جهتنا اون نو بو ريان فار. دونك وضعيه صعيبه وصعيبه بزاف. تكلمت مع وزير الشباب والرياضه وين شخصيا قال لي راح نتكفل بالامر هدايا، وتكلمت ثاني مع رئيس الفيدراليه الجزائريه الجديد السي جاهد زفزاف، وين راهو يحرص شخصيا باش لاجياسكا سو كاليفي في لا شامبيونز ليغ. مشكورين على كل حال، كون ان هذا النادي نادي جزائري وراه راح يشرف الالوان الوطنيه.
بصح باش نعلم المناصرين الاوفياء المحبين تاع شبيبه القبائل بلي واحد ما راه يخلص لنا الكلوب هذايا ني الفيدراليه ني الوزاره ني والو اللي راه راح يتكفل بهذا المبلغ هذايا كون ان الحساب البنكي تاع الفريق راهو مغلق باسمي شخصيا كرئيس مجلس الاداره وباسم اعضاء مجلس الاداره وباسم المناصرين الاوفياء تاع الفريق نوجه الشكر الكبير اللي الممول الرسمي لشبيبه القبائل جروب كوسيدار على راسه السيد الاخضر الخروخ اللي قبل باش يبرون اون شارج هذا المبلغ وقبل باش يبرون اون شارج هذا المبلغ باش هذا المبلغ هذايا شغل سي اون افونس للعام الجاي دونك هذا المبلغ هذايا اللي راه راح يتسدد يولي العام الجاي كيما نقولوا شغل ينقص من القيمه الماليه اللي راه راح يسدد هذا جروب كوسيدار مشكور على واش دار بارك الله فيه والمبلغ هذايا كون ثاني البنك نتاع شبيبه القبائل راهو مغلق راهو راح يدفيرسا في الكونت نتاع الفيدراليه الجزائريه لكره القدم او كونت دو لا جياسكا دونك باش نقول رؤساء بعد الفرق اللي راهم يقولوا كيفاش لا جياسكا وكيفاش حنا وكيفاش نقول لهم لا جياسكا هي اللي راح تخلص واحد ما راهو راح يخلص لا جياسكا وان شاء الله باذن الله نطمئن الانصار ان شبيبه القبائل راهو راح يلعب لا شامبيونز ليغ لو دوزيام بوان في لا بريباراسيون نتاع ليكيب لا بريباراسيون نتاع ليكيب نظن من اوائل الفرق هنا في البطوله الجزائريه اللي بداو لا بريباراسيون تاعهم بديناها بمدينه تيزي وزو الان رانا في هنا رانا معكم هنا في إشراوين اللي راهو الفريق يدير في الدوزيام ستاج تاعو الامور الحمد لله عاديه تجري في اون تري بون كونديسيون لو بروسان ستاج اللي راهو راح يكون في تونس الشقيقه وفي اكزاكتومون حمام بورقيبه راهم سطر التاريخ تاعو وراه مسطرين لي ماتش اميكو وراو كلش مسطر دونك نظن انا الكلوب هذايا بدا بصفه عاديه ولا هاد شغل في الصحافات هاد لي زاتاك على هاد الفريق هذايا دي زاتاك بزاف على كل حال نظن ان الفريق راو في ايادي امينه نحكي على لو تروازيام بوان على لو ريكروتمون حنا كاداره لو برومي بوت نتاعنا سي دو غاردي لا ستابيليتي اي دو غاردي لو ساتور نتاع ليكيب اللي دات لا دوزيام بلاس العام الماضي مالغري الظروف اللي عشناها العام الماضي الظروف الصعبه اللي عشناها العام الماضي الحمد لله وفقنا ربي وين معظم اللاعبين لوساتور نتاع كاع اللاعبين راهم قاعدين معنا في الفريق وراهم هنا يدربوا وعادي ابار لاعب رضا بن سايح اللي ننتهز والفرصه ونشكروا على كاع واش مد للفريق هدايا كان مثالي فوق الميدان كان مثالي في ليفيسير مع لي جوار نشكروه ونتمنوا له ان شاء الله بالتوفيق اللي وين كان صرح لي لو كان يجيه عقد من الخارج راوي يروح ولا ما جاش عقد من الخارج راه راح يلتحق بشبيبه القبائل لو سول جوار اللي حبينا نروتونيوه سي اللاعب مؤمن شيخي لكن بكل صراحه اللاعب مؤمن شيخي هذايا رفض باش يلعب في شبيبه القبائل هو حر على كل حال صح نقول له باللي اللاعب شيخي راهو عنده عقد مازال ما كملش مع شبيبه القبائل وشبيبه القبائل فريق ولازم شغل يريسبكت هذا الكلوب ومن بعد الاجراءات رايحه تكون على كل حال من بعد كيما قلت لكم من قبل
on a recruté des joueurs, je suis sûr et certain qu'ils vont apporter un plus. Donc on a gardé l'ossature تاع الفريق تاع العام الماضي وزدنا رونفورسينا بلاعبين اللي رانا تايقين فيهم لاعبين اللي شغل على بالي شوي سيرا 100% بلي راهم رايحين يمدوا الاضافه لاعبين اللي حابين يلعبوا في الفريق هدايا ونقول لكم بلي الهضره اللي هذا ماشي خالص وجوار هذا ماشي خالص لو كان ما راهمش خالصين ما يولوش للفريق هدايا سيرت كاين دوطر جوار بكل صراحه اللي ما خلصهمش بزاف انا ما نقدرش نخلص ان جوار اللي لعب لي ان ماتش في العام ولا لعب لي ربع ساعه في عام ونزيد نوجه نداء لهاد اللي راهم في الصفحات نتاع الفيسبوك اللي راهم يهضروا جابوا لنا لاعبين مغتربين وجابوا لنا صفقات وشراوا لي كونترا اللاعب صنهاجي اللي تكلمتوا عليه جا حر وجبنا نصري من لازيودروم نصري سي تا نيسبوار سي با ان سينيور وانايا شغل نديفيكم هذا العام روحوا اجبدوا لي كونطرا نتاع هاد لي جوار وبيبليوهم كيما كنتو ديروا العام الماضي ما يخفلكمش وين عندنا شغل لاعبين اللي تألقوا الموسم الماضي في فريق الرديف من بيناتهم اللاعب نشاط بن بلعباس نايت سالم بنارة اللاعب تاني الشاب اخريب اللي راهم مع المجموعه وريكروتمون مازال مفتوح ولو كان يطلب منا المدرب باش نزيدو نجيبو لاعبين اخرين وحنا ان شاء الله مازال لاعب ولا اثنين راهم رايحين باذن الله يلتحقوا بالفريق لو سول جوار هو اللاعب سعدي اللي كانت صح جكونفيرم كانت معاه اتصالات وكان على وشك الامضاء في شبيبه القبائل لكن اللاعب سعدي رحنا معاه المبلغ وين شبيبه القبائل هذاك هو الحد تاعها سمعنا بعد رؤساء نتاع الفرق على المباشر يتكلموا وين يقولوا باللي ايزون سيني ا دي جوار بلوس دو 3 مليون دو دينار دونك حنا نقولها بكل صراحه شبيبه القبائل ما عندها الامكانيات باش تسيني الان جوار بلوس دو 3 مليون دو دينار وماشي هذه هي الاستراتيجيه نتاعي سي فري العام اللي فات جينا شويه متاخرين كاين لاعبين اللي مضاو بمبالغ شويه على كل حال بزاف لضيق الوقت وبصح هذا العام سياسه واحده اخرى وان شاء الله للفريق هذايا راني ما من به والاستقدامات مازالها مفتوحه وان شاء الله الانصار يوقفوا مع هذا الفريق ما يوقفوش مع الاداره يوقفوا مع هذا الفريق ونوعدهم باللي هذا العام لاجياسكا فيرا مال ان شاء الله كيما وعدتهم العام الماضي والشبيبه القبائل تحصلت على المرتبه الثانيه هذا العام ثاني باذن الله العام الجاي رايحين نديروا موسم ان شاء الله في المستوى مالغري هاد المشاكل اللي راهم يصراو كاع مالغري لو كونت بلوكي مالغري ان شاك دو 6 مليار السيارة تاع العام اللي فات انا الانسان هذا اللي مد 6 مليار للكلوب انا جني ريان كونتر لوي سي ان سيبورتور بالك باش مد 6 مليار سيك هاد الانسان هذايا حب الفريق هذايا مي بصح انا سكو جي با ايمي هو الوقت هو الظرف اللي لو كونت نتاعنا بلوكا في الظرف وين كانوا لي جوار خارجين لازم يخلصوا استقدامات تربوسات دونك الوقت هدايا اللي ما ساعدناش نطلب من الانصار يديروا اليد في اليد وعندهم فريق مليح ونوعدهم ان شاء الله باللي الموسم الجاي ان شاء الله راح يكون موسم في المستوى باذن الله شباب القبائل الكبيره نطمئن الانصار باللي شبيبه القبائل راح تلعب لا شامبيونز ليغ وشبيبه القبائل ان شاء الله راهي بخير الاستقدامات لو ريكروتمون اللي درناه انا هو المسؤول عليه اون غاردي لوساتور كان عندنا نقص في الدفاع ماغري كنا العام الماضي
احسن دفاع وين زدنا في لي بوست اللي كنا شويه ناقصين فيهم اون رانفورسي لو ميليو دو تيرا بدي جون اللي حابين يلعبوا في شبيبة القبائل. بين هنا كاين فرق بين لاعب يحب يلعب من قلبه في شبيبة القبائل، كاين لاعبين هنا داو اجور والله العظيم نشهد عليها 50 مليون زياده ورفضها ولعب في شبيبة القبائل. ليكيب مونتي نتاع الفريق كيما كنتو تشوفوا العام اللي فات كنا بلا مارك نتاع جوما تاني اللي نشكروه وين وقف معنا العام اللي فات وعاوننا. هذا العام عدت على كل حال عده مشاكل، بالك هو في 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 لامبورطاسيون تاعو اللي بالك وقعوا له، على كل حال خارج العلم تاعنا، وين في مده 15 يوم قدرنا نتفقوا مع ممول واحد اخر اللي هو يمال، وقف معنا صاحب الشركه محمد جواد اللي على كل حال نزيدو نشكروه مرات اخرى. هذه هي، هذا هو واش راه يعيش شباب القبائل حاليا. ونظن ان بعد الصفحات هذه تاع الفيسبوك اللي راهي تضرب في شباب القبائل من بعض الاطراف وبعض الاعلاميين منهم سمير لاماري هدايا اللي راح نهضر معك ديريكت، اللي راك شغل اشاك فوا شغل ملي تنوض وانت على شبيبه القبائل، ها واش كاين ها واش كاين ها واش كاين، وانت شغل انت راك تهضر على ليدات وعلى السياره وكذا، وانت راك تعرف على علم باللي هاد ليدات عند ربي، وهاد اللاعبين هادوما شكون اللي لحق شبيبه القبائل لهاد الحاله هادية. ونقول لك انا من هذا المنبر يا سي سمير، صحيتو يا سي سمير، انه راك تتكلم صباح وعشيه على شبيبه القبائل. انا شغل راني نتساءل وعلاش في الثلاث سنوات الماضيه ما تكلمتش يا لو كان كلمه، وتتكلم على شبيبه القبائل وكونك انت ماشي ميم با مناصر تاع شبيبه القبائل. انت انسان اعلامي نورمالمون تكلم على الرياضه في الجزائر، على كره القدم في الجزائر. شباب كره القدم في الجزائر ما فيهاش غير شبيبه القبائل، فيها عده انديه، مي راك شغل اشرني للكلوب هذايا باسكو البيبان تغلقوا لك، باسكو احنا سكتنا من قوه اللي راك شغل اشرني وحبيت وتكسر الفريق هذا. هذا الفريق ما يتكسرش، هذا الفريق العام اللي فات دا لا دوزيام بلاص، والعام هذا اللي راهو جاي ان شاء الله يدي اكثر من لا دوزيام بلاص. هذه باش انا نقولها لك، راك شغل اشرني بطريقه تهضر عليه الصباح وعشيه، باسكو نقولها لك ونعاودها لك، الاداره هذه غلقت لك البيبان. انا ما نديرش الاسم هنا في تريكو ب 2 مليون دو دينار، انا ما نديرش هكذاك في ان مايو نتاع فريق عريق بحجم شبيبة القبائل، وما ندخلوش في دوت ديتاي. الور ماذا بك نقول لك احشم شويه وتكلم على الرياضه اون جينيرال وشغل وانتقدنا ما كاش مشكل، بصح سيطروا بزاف، تتكلم على امور اللي صحابك داروهم وانت راك تتكلم عليهم الصبح وعشيه، وتتكلم على ان اجون اللي راهم يقولوا لي بعض الناس ربح له الملاحه. انا ما نربحلكش الملاحه، لاجون التونسي هذا تاني اللي راك ضد هذا الفريق هذايا، ملي تنوض وانت مور لاعبين تاع جياسكا وتحرط فيهم وتواسي فيهم الجرتومه هذايا، نقول لك لو كان انت جا فيك شويه دره نتاع ما نعرفوش راني نقول لك، روح للاعبين الجزائريين اللي راهم في البطوله التونسيه اللي ما رامش خالصين، هذوك جامي تكلمت على لاعب جزائري ولا دافعت عليه، انه في تونس غلقوا لك البيبان، بصح هنا عندك اليد هادية، عندك اليد هنا في الجزائر اللي خلاوك دير هكذا في البطولة الجزائرية، وتكلم على واحد الأسامي سون لي سيتي، باللي هذوك هما اللي عيطوا لك وهذوك باسكو هذوك صحابك، وأشرني هكذا كونت هذا الكلوب، باسكو ميم انا غلقت لك البيبان. انا ماشي تاع اللي تجيب لي ان اونترينور اللي ما يريحليش في البون وتدافع عليه باش يدي مليار و700 على ظهر الجياسكا
وتجيب أسامة الدراجي. أنا نو، أنا واحد اللي يصلح ويمد الإضافة لو كان يجيبه لي عدو تاعي نديه، بصح أنت نو، باسكو لقيت البقرة، البقرة الحلوبة دوكاتيك خلاص، مي نتبعك ونروح معاك وشغل ونروح معاك لأبعد الأشياء ما دام التوشي لاجياسكا، لاجياسكا ديرها داخل راسك خط احمر مالغري كاع واش راك دير، العراق الهاديه كاع واللاعبين اللي راك تحرط فيهم كاع والدومبيا كي نديروا له روطار بالنهار على الصالير تاعو تبعت ما تاع شغل، حرام عليك واش راك دير. بصح الايام ما بيناتنا وما ندخلوش بزاف في دوتر ديتاي، نزيد نتكلم هكذا سطحيا برك على لوديت. لوديت وين جانا لو رابور تاعها اوفيسيالمون، لوديت هادي فيها خروقات كبار 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 بزاف، و ني الوقت ني الضمير تاعنا ني ما نقدروش نحكيو على الاسرار الداخليه نتاع شباب القبائل. هاد لوديف اون فا ديبوزي بلانت اوفيسيالمون او نيفو دو لا جوستيس، والهيئات المعنيه هي اللي رايحه تاخذ كامل الاجراءات في هذه الخروقات هذه اللي نقول لكم كبيره بزاف في لوديت هذه. وبارك الله فيكم وفيف لاجياسكا.